الثيروكسين. الثيروكسين ده هو المسؤول عن تنظيم مستوى التمثيل الغذائي في الخلايا، ومنها طبعا خلايا جدران الأوعية الدموية. إذا زاد هذا الهرمون عن حد معين المستوى الطبيعي، بيحصل ان الخلايا زي كانها مصنع شغال بيشتغل زياده عن اللزوم، فبيسخن، فتبتدي كل الخلايا تنشط زياده عن اللزوم، ضربات القلب بتزيد، العضلات بتنقبض زياده، عرق زياده. دي اعراض زياده هرمون الغده الدرقيه. مش كل الناس اللي بيبقى عندها تضخم في الغده الدرقيه بيبقى عندهم زياده في اعراض الهرمون، بالعكس تضخم الغده الدرقيه في احيان كتير بيكون نتيجه نقص اليود، وخصوصا في السيدات في متوسط العمر ما بيكونش معاه زياده في الهرمون، وانما بيكون معاه تضخم، وتكون الاعراض مختلفه، يعني سواء في الشكل او الضغط على القصبه الهوائيه وصعوبه في التنفس اثناء النوم او اشياء من هذا القبيل. بيؤثر على الجسم استئصال الغدة الدرقية. احنا عندنا في مشكلتين اساسيتين. المشكلة الاولى طبعا الاستئصال الكامل بيمنع الهرمون تماما، ويجب استبدال الهرمون طوال العمر، ولازم بقى يتعمل عملية عيارية لمستوى الهرمون المطلوب لكل مريض، لان مش كل مريض استجابته زي التاني. الجزء التاني المهم وهو الغدة جار الدرقية، وهي مسؤولة عن تمثيل الغذائي للكالسيوم في الجسم، تفرز هرمون الباراثورمون وهي لازقة في الغدة الدرقية. فدايما احنا حتى بيتعمل استئصال غير كامل لترك جزء اللي هو قريب من الغدة دي عشان ما تتشلش، لان دي بتعمل مشاكل تانية في الميتابوليزم، في التمثيل الغذائي بتاع الكالسيوم في الجسم، وتخش في مشاكل تانية. يعني دول المشكلتين الاساسيتين من حيث الحجم. لكن طبعا في اعصاب مهمة ماشية قريب من الغدة دي، اهم يعني مش عايزين نخش في تفاصيل او نخوف الناس، لكن دي الحاجات اللي الجراح لازم يخلي باله منها. الحاجة يعني اللي ممكن تبقى قريبة قوي، وبعض الاحيان لما بيكون في اورام في الغدة بيحصل ان الخلايا السرطانية بتوصل لهذا العصب. طبعا هو العصب اللي واصل اللي بيتحكم فيه الاحبال الصوتية بتاعة الحنجرة، فبيحصل مشكلة في الصوت فعلا.